الشاعر فيصل يامن، هو اللي يقول بختم. انا اللي بختم بطريقتك الخاصه. اول شيء الله يعطيكم العافيه على التغطيه في هالمباراه وفي غيرها، واقول جمهور الهلال مبروك. وبختم لهم بيتين، اقول باثنين ما يعتبر نادي النصر خاسر اذا ما قسنا الامور بواقع ومنطق، واللي لاعب مع ياسر ما يعتبر خاسر، يكسب وخصمه يخسر وينطق، خصمه يخسر دائم وينطق. شكرا، الله يستر عليك، موفقين ان شاء الله.